الكراسي الموسيقية أو دوري خارج التوقعات، دوري القسم الثاني ألف أو دوري المحترفين، اسم يمكن على ما يسمى كابتن تامر. كابتن كريم، النهاردة العديد من اللقاءات، خمس لقاءات هتختتم بها الأسبوع. تحدثنا الأسبوع الماضي إن ما تقدرش تتوقع نتيجة، وقد كان مين يتوقع إن رايا يفوز على القناة بثلاثية نظيفة هو ما أحرزت ولا هدف في الجولات الخمس الماضية. هو ده هو دوري القسم الثاني. هو زي ما انت قلت يا كابتن خالد، الحقيقه دوري يعني دوري قوي جدا ودوري غريب جدا، بس ده دول برضو ان الفروقات الفرديه بين الفرق كلها قريبه جدا، لكن بيفرق طبعا اللي قلنا الاستقرار، المدير الفني اللي عنده رؤيه وحماس اللعيبه طبعا، او التارجت اللي حطها مجلس الاداره، دي بتبقى مهمه جدا يعني. لكن طبعا مفاجاه كبيره جدا يعني، يعني رايه ما حدش يتوقع تماما، اكثر المتفائلين يعني، خالص يعني القناه ماشيين بشكل كويس جدا وبيهدفوا بشكل كبير جدا، ف يعني مباراه غريبه جدا. خلي بالك مباراه غريبه جدا يعني، 22 مثلا 23 فرصه للقناه وثلاثه كنت اتاك لرايه نجح في الفوز. فلكن دي بتبقى بنقول لها ظروف ماتش، لكن طبعا دوري قوي جدا، خاصه عندنا مباراه ثانيه برضو النهارده. طبعا المقاولين يعني شايف ان هو فرصته الوحيده المقاولين النهارده يرجع ثاني، لان النهارده وادي دجله والترسانه باي حال من الاحوال فوز المقاولين النهارده يضمن له اول او ثاني، فبالنسبه له فرصه طبعا تبقى قويه جدا. فهنشوف يعني المقاولين مع بلديه هيبقى ماتش قوي جدا. وادي دجله طبعا والترسانه طنطا النهارده، وتولي الكابتن خالد عيد المهمه الاولى. يعني كابتن خالد عيد الله يكون في عونه، صاحب المهمات المستحيله في ظروف صعبه جدا. طنطا مشكلتهم ان هم ما جابوش الا هدف واحد، دي مشكله كبيره جدا، ان انت تبقى ماسك فرقه عارف ان انت صحيح الـ 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 يعني انا ممكن اخسر، ممكن اخسر مثلا 3-2 4-3، انما هدف واحد، هدف واحد خمس جولات، معنى كده ان انا ما عنديش اي اسلحه او اي قوه هجوميه، او ما عنديش حتى حلول فرديه، وعليه خمسه كمان يا كابتن. بالظبط، كتير برضه، فدي مشكله. وعليه خمسه بس انا ممكن يبقى عليا خمسه بس جاب اربعه عشرة او جاب ثمانية جاب يعني، لكن المشكله ان انت ما فيش اي يعني قوه هجوميه، دي بتبقى صعبه جدا لاي مدير فني عايز يكسب، بيضطر يدور عن البدائل. فطبعا يعني كابتن خالد في مهمه، طبعا كابتن خالد خبره كبيره طبعا، وكان لاعب كبير اساسا، فاكيد طبعا ومدير فني يتحمل الضغوط.